لينا على الدورة الخامسة نبدأها في أول أغسطس اللي جاي، صح كده؟ صحيح. المفروض هتبدأ وننتهي المشروع في 2021. خلينا نقول المرحلة الأولانية. هنسيب الناس بعد النجاح ده كله؟ لا لا طبعاً، أولاً إحنا خلصنا أربع دورات، وحتى الناس اللي اتخرجت من الأربع دورات دي إحنا في تواصل مستمر معاهم. إحنا خلصنا زي ما قلت لحضرتك أربع دورات وناقص ثلاث دورات جايين، بس دي مش معناها كده انتهاء الدعم بشكل لكن كالصورة الكلية بس احنا الدعم مستمر بأشكال أخرى. الدكتورة داليا عبدالله مدير دعم تطوير الأعمال في الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، اتخرجت في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وحصلت على الدكتوراه في إدارة الأعمال من بولندا، وخبرتها في مجال التعاون الدولي ودعم القطاع الخاص بتمتد لحوالي 16 سنة، وهي بالمناسبة انضمت للوكالة الألمانية للتعاون الدولي من حوالي 5 سنين، وقبلها اشتغلت 5 سنين في سفارة الدنمارك كمسؤول ملف تطوير الاستثمار الدنماركي المباشر في مصر، و4 سنين مع السفيرة العظيمة فايزة بنجا مستشار رئيس الجمهورية، وكانت مسؤولة ملف الاتحاد الأوروبي، نموذج مشرف فعلا. أسألك سؤال غريب شوية؟ لا لا اتفضل. اقنعيني، أنا ليه راجل ناجح أنتوا حاطين في الشرط أنه لازم يكون نمو أرباحي من 20 ل 25% سنويا؟ طب أنا راجل ناجح، إيه اللي يجبرني أن أنا أروح لحد يقيم شغلي وهيساعدني على إيه؟ طب ما أنا ناجح. طبعا، لأنه معايير النجاح طبعا مسألة يعني محتاجة شوية ان احنا نبص لها بطريقة مختلفة. حتى لو هو المصنع وهذه الشركة بتنمو بمستوى يعني ايجابي، خلينا نقول كده، ده لا يعني ان هما ما عندهمش فرصة ان ينمو بشكل اكبر، خلاص، وان هما ما عندهمش مشاكل. بالعكس، انا لو القطاع كله بينمو من 20-25%، فمش بالضرورة طبعا ان المتقدم لبرنامج دعم ازدهار ان هو بالضرورة يبقى بالضبط بينمو بهذه الدرجة، ولكن ده معناه أنه عنده مساحة للنمو في هذه النسبة، وإحنا بنحاول نساعده أنه هو يتعامل مع العوائق الداخلية بالنسبة له كشركة أنه هو يوصل لحتى أكبر من ده. فمش معنى أنه هو بينجح أو بينمو بشكل متصاعد وكويس ده معناه أنه هو كل مقومات النجاح متوفرة. بالضبط كده. بالعكس، تاني أقول لحضرتك تاني، إنه هو معنى إنه هو عايز يشترك في هذا البرنامج ده معناه إنه هو عارف إن في أحياناً بعض المشاكل والعوائق اللي هو ممكن يكون مش حاطط إيده عليها قوي. لما يجي استشاري يقول له أنت عندك مشكلة في التوريد، واضحة جداً عندك مشكلة في نوعية الموردين والرو ماتيريال بتاعتك فيها كذا كذا كذا، فممكن تقلب له الموديل خالص أو النموذج العمل بتاعه بشكل كبير.